السلام عليكم مشاهدينا الأكارم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الساعة الحرة. يسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ سليم الخراط، أمين عام حزب التضامن الوطني الديمقراطي، لنتحدث عن آخر المستجدات المحلية العربية والدولية. أهلا ومرحبا بك، مساء الخير أستاذ سليم. دكتور سليم، أهلا وسهلا فيك. دكتور، يعني في البداية نريد الحديث عن نبدأ بالحديث عن ما يحدث الآن في الأراضي السورية، في الداخل السوري، الهستيريا الخارجية من تحقيق إنجازات الجيش العربي السوري على الأرض على ما يبدو تتزايد يوم بعد يوم، التخبط من أجل جنيف 2 يزداد يوم بعد يوم. يعني هل لن يكون هناك جنيف 2 طالما أن الجيش العربي السوري يعمل بهذه القوة على الأرض؟ هل علينا كسوريين، كدولة سورية، مثل ما بيقولوا بالعامية، أن نهدي اللعب لحتى نعرف، يعني أنه نخليهم يأخذوا قرار أنه يروحوا على جنيف ولا لا؟ يعني وكأنه لن يكون هناك جنيف 2 طالما أنه نحن نحل الموضوع بأيدينا. أهلا وسهلا فيكم أول في قناة الدنيا. الكلام اللي عم فضل فيه وقع اليوم قد يسقط سقوط معاكس يحبط الكثيرين في الصف الخارجي قبل الداخلي. جنيف 2 إن حصل ولم يحصل فهو حصيلة وأمر واقع للعبة السياسية في المنطقة. هذه اللعبة التي يلعبها الكبار وليس البعض فيها إلا بيادق صغار، هي أدوات. اللاعب الرئيسي الذي يحدد اللعبة إلى أين تسير هو الدولة، الجيش العربي السوري، فيما قد يحققه من انتصارات فوق تلك الانتصارات وتسارع في هذه الانتصارات. على ضوء هذه الانتصارات فقط باستطاعتنا أن نقول ماذا يعني مؤتمر جنيف 2 وما هو الواقع سيكون من خلال هذا المؤتمر، وهل نحن قادرون على فرض ما نريد أم هم الذين سيفرضون. مثل ما بيقولوا العنوان مبين مباشرة، الصراع اليوم في المنطقة من خلال لقاء الثمانية الكبار، لعبة الدومينو التي تمت سقطت بها الأحجار السبعة مقابل مقاومة الكبير، ذلك الدب الكبير الذي ما استطاع أحد من السبعة أن يروض الرقم الثمانية ألا وهو بوتين. بوتين كان متمسكا بقراره، متمسكا بمواقفه وثوابته تجاه مصالح روسيا في المنطقة، تجاه علاقاتها، صداقاتها إلى ما هنالك. اليوم كما تعلمون الحرب ليست حرب مقابل بشار الأسد كرئيس للجمهورية، ليست مقابل أجهزة أمنية تحكم، ليست مقابل مؤسسات. الحرب هي ضد سوريا، سوريا ككل، سوريا بكامل مكنونها ومكوناتها، جيشا وشعبا ومؤسسات. لأن الضرب في هذه البنية الكبيرة التي تتمثل في مارد عظيم في هذه المنطقة قد يوصلهم إلى ما يريدون من أركاع المنطقة كاملة، في ظل ظروف هم يستقرؤونها من خلال ما يعدونه من سيناريوهات كسايكس بيكو التي تعلمينها وسايكس بيكو الجديد. نحن في ضوء التطورات وضوء الأحداث السياسية الكثير منا أصبح ينظر إلى جوانب أخرى. العروبة أين؟ القومية أين؟ أين نحن من هذا الإسلام الذي يتنادى ويتغنى في ظل إفتاءات أصبحت هنا وهناك تشوه إسلامنا قبل كل شيء؟ لا يوجد إفتاء بهذا المستوى يفتي للصغير والكبير وللمرأة وكيف تسير إلى ما هنالك من الإفتاءات التي أصبحت مهذلة التاريخ في الديموغرافيا العربية ككل من خلال الأنثروبولوجيا الدينية السياسية تحديدا. هذه الإفتاءات التي تراكمت وبسرعة قصوى لتعطي صداها من خلال ما تم الصياح به في جمهورية مصر، وأنا أؤكد بين قوسين جمهورية مصر، حيث سبق وقبل انعقاد المؤتمر الأول بعد عودة جامعة الدول العربية إلى مصر التي كانت في تونس، وتاريخ
إذا ما ذكرناه تاريخ أسود في عودتها، لأنها من خلالها تحقق ما كان يريده المستعمر الإمبريالي إسرائيل من ضرب منطقة الخليج، من ضرب العراق. هذه المنظومة التي صنعت جبهة الصمود والتصدي، والتي استطاعت أن تقف في وجه كل هؤلاء في تلك المرحلة، استطاعت أن تخرج في مقابل دخول حسني مبارك والسادات من قبله في اللعبة الأممية في المنطقة، في تعريب المنطقة والعمل عليها والتلاعب بها وأخضاعها كليا من المحيط إلى الخليج للسيطرة الصهيونية. وكما تذكرون ويذكر البعض والكثيرين، عندما يتكلم الأخوة بأريتريا، عندما يتكلم الأخوة بموريتانيا، عندما يتكلمون في كل هذه المناطق البعيدة الأصقاع عن إسرائيل وسفاراتها التي أصبحت فيهم، هي السياسة التي كان يتم العمل عليها. لم يستطيعوا إتمامها بالشكل المباشر والكامل إلا بعد عودة الجامعة العربية من الشاذلي بن جديد، أو الأحرى الشاذلي القليبي الذي كان هو أمينها العام، إلى دولة مصر لتتخذ القرار الكبير في تلك المرحلة وتجمع ائتلاف قوى عربية. نحن دخلنا غمارة ونحن آسفون لذلك، ورحم الله القائد الخالد، فقد كان يسير الأمر إلى أبعد الحدود وشارك في وضع قطعة عسكرية في الكويت، لكنه كان يعلم كيف يتعامل على الساحة الإقليمية والدولية، وكان قادرا من التمييز والتمايز في هذا الأمر. فاستطعنا من خلالها أن نحيد أنفسنا إلى أبعد الحدود ليخرج العراق، كما تعلمونه ليس معافا سليما، لكن نتمنى له أن يتعافى ويبقى سليما. هذه التلاعبات على الساحة الدولية والإقليمية مرسومة ومعدة من سنوات، منذ فترة على تلفزيون سما على ما أظن كنت أتابع فاصل لأفلام كرتون عرضت بال2002، كانوا يتكلمون عن ما يسمى مسلحين ومقاتلين، والعلم السوري علم الانتداب، علم الانتداب الفرنسي كان موجودا على تلك السيارات. للأسف الشديد هذا السيناريو الذي أعد منذ عام 2002 وظهر بشكل أفلام كرتون، يسأل البعض أنفسهم منذ متى يتم الإعداد عليه ما دامت أفلام أطفال قد تم ترتيبها وإعدادها على هذا المستوى. المنطقة اليوم متجهة نحو عملية سلمية إلى أبعد الحدود، لكن تحديدا اليوم بالذات ما بدي حدا ينحبط يقول والله احبطنا شو عم بيصير بالدنيا. عندما تدخل القطع العسكرية الروسية بقوتها، عندما يأتي جنود المارينز البحرية أو القوات البحرية الروسية في تلك السفن الكبيرة والضخمة، عندما تأتي ذلك العتاد من الدبابات وبعض المظليين، عندما تأتي تلك الطائرات وتصبح سيرة وصل لتحضير سوريا لتكون في منطقة آمنة لجلب تلك القوى للدب الكبير، الدب القطبي، هذا الدب العظيم الذي نجله ونحترمه في مواقفه العالمية. لماذا سيأتي كل هذا؟ هنا السؤال. كان الرد شنيعا على مؤتمر الثمانية الكبار عندما تكالبت 7 دول ضد ذلك الدب القطبي، ولكن الذي يعني استطاع في ضربة واحدة أن يرد عليهم ويسبقهم إلى الضربة الأساسية، ألا وهي تحويل القوات التي اليوم دخلت المتوسط وأصبحت بالقرب من الشواطئ السورية. وهذا إعلان مسبق لمن يريد أن يتكلم، نحن هنا موجودون ولن نتخلى عن سوريا، ليس من أجل مصالحنا لكنها مواقف وتعزيز لهذه المواقف. هنا لا نستطيع أن ندخل في الأزمة السورية بالوقت الحاضر. الأزمة السورية أزمة داخلية تم ترويضها، تم العمل عليها، تم صناعة حصان طروادة، ذاك الحصان الخشبي التاريخ العريق يعني. ولكن روسيا مرارا وتكرارا أعلنت للولايات المتحدة الأمريكية سرا وعلانية وللعالم أجمع بأنها تقف إلى جانب سوريا الدولة، يعني مهما حصل ومهما حدث. وبالتالي يعني كل هذه الأطراف كان لديها علم مسبق بأن روسيا ستكون إلى جانب الدولة السورية في
في حال شن عليها حرب أيا كانت، في حال حاولوا فرض منطقة حظر جوي، يعني ليس فقط بالكلام، منذ البداية كان لروسيا كلام مع فعل، بدليل أنه عدة مرات رأينا سفن بحرية حربية روسية في الشواطئ السورية في المتوسط بقيت أشهر. يعني هناك دلائل كثيرة على أنه سوريا ليست وحدها في هذه المعركة، روسيا وإيران وكل أطراف المقاومة تقف إلى جانب الدولة السورية في حربها هذه إن حدثت هذه الحرب. إذا ما الجديد؟ يعني ما الجديد الذي تم في دول في قمة دول الثماني حتى يعني يتم الصمت حول همين، هو التدخل في سوريا عن طريق فرض مناطق حظر جوي أو شن حرب على الدولة السورية؟ والأمر الثاني هو يعني ما أجد سيرة أبدا بند أن يكون الرئيس بشار الأسد خارج الدولة السورية، خارج السلطة في المرحلة المقبلة، لم يقتربوا إلى كل ذلك ولم يطالبوا بأي شيء من هذا أو ذاك. اليوم أصبحت اللعبة السياسية في عمقها استراتيجي، كان هنالك كما يقال ذلك العتاب المفضوح ما بين الكبيرين على اتفاقات تمت ما بينهما وتم التراجع عنها في مهمة الثمانية. العتاب كان موجه مباشرة لأوباما الذي تزرع بالضغوطات الكبيرة والكثيرة من الكونغرس وما غير الكونغرس من الدول العربية وأردوغان ودول إسلامية محددة على رأسها كانت دولة مصر العربية. كل هؤلاء يضافوا إلى لعبة الجمهوريين في داخل الحزب الجمهوري الذي يتمثل اليوم رأساً في هذه اللعبة ألا وهو بيل كلينتون لتحقيق مآرب بعض الدول أو العربان الذين يريدون التعامل مع الأزمة السورية لتحييدها عن المنطقة للوصول إلى مهمة واحدة ألا وهي صرف القضية الفلسطينية وإنهائها وتصفيتها. واليوم للعلم قدم استقالته الحمد من جديد لا. كما تعلمون، إضافة لذلك إنهاء هذا الخط المقاوم من خلال إنهاء سوريا. نعم، سنعود إلى لماذا أنهى يعني أو قدم استقالته، على الرغم من أنه أيام معدودة فقط يعني مرت على استلامه رئاسة الوزراء في الدولة الفلسطينية. لا يستطيع أحد ضمن المنظومة الفلسطينية أن يعيش هذا التخبط الذي تعيشه اليوم. هناك مأزق حقيقي في الشارع الفلسطيني السياسي تحديدا. هل حماس غيرت اللعبة؟ امتلأ احتقان، لا تستطيع حماس ولا غير حماس أن تغير منطقة التوجه. هناك فصائل اليوم ضمن الفصائل ما تدعي حماس أنها هي مسيطرة عليه وعلى رأسها القسام الأجنحة العسكرية ورموز أمثال الزخار المتمسكين بالموقف الإيراني الذي قدم ودعم بأحقية وبصدق ووفاء في مقابل أموال يحاول أن يشتبيها ذلك المدعو السيد مشعل. للأسف الشديد هذه الأمور اليوم ستفتك في هذه المنظومة السياسية وهي لصالح الراديكالية الخاصة وهي الفصائل الأخرى التي اليوم تنأى بنفسها ببعض منها عن التدخل في مشروع ما يجري في المنطقة، والبعض الآخر يتدخل بشكل مباشر ويقف موقف العز والكرامة لأن المقاومة لم يحفظها إلا بلد واحد وسوريا ومن ورائها تلك الدولة الكبيرة الإسلامية التي تاريخها إذا ما تكلمنا في هذا التاريخ كان العرب عندما كان الشاه موجودا يخضعون إلى حذائه. العرب كانوا يخضعون إلى حذاء الشاه، كما قلت سابقا كانت تخرج في 67 الطائرات من إسرائيل تضرب سوريا وتضرب العراق وتغير أسلحتها وتعبئ وقودها في إيران وتعود لتضرب من جديد. هذا الأمر انتهى. اليوم هنالك دولة إسلامية، هو منتهي منذ أكثر من 30 سنة، يعني الثورة الإسلامية هذا الدور انتهى، لكن لديه على العكس من ذلك هذا الدور يجب أن يستمر، يجب أن يتواجد له خليفة آخر. من سيكون؟ الصراع اليوم ضمن دول الخليج، من سيكون أو يخلف هذا النظام؟ ليس الحرب على هذا النظام كنظام، الحرب على استراتيجية بعيدة المدى. ها
هذا النظام الإسلامي الحقيقي استطاع أن يبني دولة عظمى في حين الدول التي تدعي العروبة والإسلام وحماية الإسلام في نهجه هي بعيدة كل البعد عن صناعة هذه القوة. هذا بصريح العبارة نقول لم تستطع قوة عربية وعلى رأسها مصر بكل ما لدى العربان من أموال أن تصنع حاجزا يمنع الأذى عن الأمة العربية، في حين دولة خرجت من ثورة واستطاعت أن تدمر سلطة متكاملة متآمرة على المنطقة، استطاعت أن تصنع قوة عظيمة كإيران الدولة الإسلامية، استطاعت أن تقول لا لإسرائيل ولا لأمريكا، هذه لا تنفعنا لا من قريب ولا من بعيد. وما يؤكد ذلك العلاقات الكبيرة المتواجدة التي يبنيها هؤلاء العربان مع السياسيين الإسرائيليين من خلال دعم أمريكي وأوروبي، حتى أن هؤلاء في قطر يستثمرون بشكل مباشر ويصيفون ويغيرون أيامهم الحلوة مثل ما يعتقدون في تل أبيب وفي نهارية إلى ما هنالك. هذا الكلام نحن معنيين به، لكن المواطن في الساحة السورية لا يستطيع أن يتعامل مع السيناريو هذا الكبير. هذا السيناريو الكبير يتكلم به السياسيين، يتكلم به من هم قريبون إلى موضع القرار، من هم قادرون على التأثير. يجب أن نرفع سوية المواطن إلى ما يمكن ليكون قريباً من التعامل مع السياسة الإقليمية والعالمية. لكن المواطن اليوم في أزمة، هذه الأزمة كما تعلمين كل يوم تتنامى وتتنامى وتتنامى، لحساب من ومن وراءها؟ أنا هنا أطالب لأنهي هذه الأزمة، لأرفع من مكان وشأن المواطن ليكون مواطناً صلداً يقف إلى جانب دولته. هكذا لن يقف، يجب أن يقف عندما ترتفع أسعار هبة واحدة كأنك تقاتلين عواصف هوجاء. الحرب الخارجية كالحرب الداخلية، الحرب الاقتصادية اليوم مخيفة. المواطن بين يوم وليلة أصبح الدولار يتكلم به ابن الشارع ب 235 و 240، رجع بين 48 ساعة إلى 175. من يتلاعب بالعملة؟ من يعمل عليها؟ من يحاول أن يدمر البنى التحتية للوطن؟ نحن مخازننا ملأة بكل شيء، باللاذقية، بطرطوس، انزلي إلى أي سوق تجاري تجد به كل شيء. من يلعب على النقد؟ لا تنسي أن النقد يعود إلى محصلة الدخل الوطني للمواطن، والدخل الوطني للمواطن لا يزال في متوسطه 9,000 ليرة سورية. للسيد الحلقي أتوجه في هذا الكلام للسيد الرئيس، 9,000 ليرة سورية، وقلتها سابقا، لا تكفيه ثمن سندويش فلافل لمدة 10 أيام. وهنا أذكر الجميع، هذا المواطن لا يزال يمسك أمعاءه، لا يزال يمسك أمعاءه لأنه مؤمن بهذا الوطن. لكن الكثيرين في الشوارع لا يجدون ما يأكلونه، الكثيرون ممن كان لديهم، ممن كان يملكون، ممن لديهم كل شيء لكنهم لم يتخلوا عن وطنهم، ممن كان بالمقارنة مع كل من كان يملك النقد صناعة وتجارة هرب وأصبح في الخارج، حتى على رأسهم المرتزقة الذين ارتهنوا للداخل وباعوا الداخل مقابل امتيازاتهم، مقابل عمولاتهم، مقابل أشياء كثيرة. لكن المواطن الشريف والصادق الوفي لهذا الوطن لا يتخلى عنه أبداً أبداً أبداً. اسمح لي هنا، يعني من خلال كلامك لدي سؤالين. السؤال الأول، من هو الذي يتلاعب بالنقد في سوريا وبهذه التذبذبات لارتفاع وانخفاض قيمة الليرة السورية شرائياً؟ هذا أولاً. ثانياً، عندما تتحدث عن أنه قبل قليل كل هذه المؤامرة على الدولة السورية وكل هذه الدول ومن وقف إلى جانبنا ومن لم يقف، ومن ثم تتحدث الآن عن المواطن السوري الذي يعني إلى هذه اللحظة بمعدة خاوية ما زال متمسك بوطنه، ولكن هناك تحذير من هذه من استمراره بالقبض على معدته الخاوية دون أن يثور في قلب وطنه على الدولة إن صح التعبير. انطلاقا من هذين الأمرين، من المسؤول من وجهة نظرك أولا عن ارتفاع وانخفاض وتذبذبات العملة السورية، وما يشعر به المواطن وما يحدث له أليس مرتبط أيضا بمؤامرة خارجية كما كنت تتحدث قبل قليل؟ هنا سنتكلم بواقعية أكثر. المؤامرة الخارجية في عمقها الاستراتيجي، كيف يمكن لي أن أتحدث بكل هذه العناوين ولا يتأثر الشارع والمواطن؟ تسعى من أساس العمل
أن تدمر الداخل من خلال قدرته، وهذه القدرة الشرائية للمواطن من خلال مدخول محدد له كمواطن. تعرف الدخل المتوسط أو الدخل العادي للمواطن العادي الذي يشكل 70% من الدخل تقريبا للموظفين لا يتجاوز 9000، هذا أمر واقع وحقيقي. الزيادات التي طلبت لا ولم تتم، التعامل مع المواد وحشد لا ولم يتم، في ظل تدمير البنى التحتية، في ظل تدمير ممنهج لكثير من مؤسسات الدولة السورية. هنا نقول الحكومة في عملها التنفيذي في مقابل الحكومة في عملها الدفاعي عن الوطن، هنا نفصل المؤسسات. أنا قلت لك من بداية الحديث يوجد لدينا ما نريد مخزونا متكاملا في الساحل السوري. إذا ما المشكلة؟ هنا المشكلة، أنا عندما أريد أن أحضر هذه المواد من الساحل السوري يجب أن أدعمها بقوة تحميها، وما سبق وقلنا ذلك. طب لماذا يوجد في الساحل السوري ولا يوجد في دمشق وريفة ومناطق استحالة؟ لأن مستودعات التخزين القادمة من عمق البحار تتواجد وتقف في السواحل، وتأتي إلى طرطوس وإلى اللاذقية، ومستودعاتنا مليئة لكن تحتاج إلى طرق آمنة تصل إلى دمشق، تصل إلى حلب، تصل إلى حماة، تصل إلى دير الزور. هذا الأمر الذي نحن نسعى إليه. هنا بالذات إذا ما تكلم أحد عن علي حيدر أو الدكتور علي حيدر مع حفظ الألقاب أو الدكتور قدر جميل، الدكتور قدر جميل بالتحديد يتكلم، ومن يقول أنه قادر على أن يسمع شيئا في الشارع السوري هو واهم. قدر جميل كدكتور في الاقتصاد، كدكتور في السياسة، يستطيع أن يتكلم ضمن معطيات واستراتيجيات حقيقية، لكن هذه الاستراتيجيات لا يمكن تحقيقها إذا لم يكن هنالك دعما له يقوي من مواقفه لتجعل هذه الأمور تسير بالشكل الحقيقي. عندما يتكلم الدكتور قدري ويقول أنا أمتلك وأستطيع وأستطيع، أنا أقول له الحق معك يا أخي قدري، تستطيع لكن لا تستطيع أن تؤمن تلك المواد لتصل إلى دمشق، يحتاج إلى دعم وقوة تقف إلى جانبه لحماية هذه القافلات من المواد لتصل إلى دمشق. ألا نستطيع أن نفعلها؟ 4 طيارات هليكوبتر قتاليات ممكن يعملوا عملهم، بتيرتين من وراء وبتيرتين من قدام وتنتين من على اليسار وتنتين من على اليمين، بتمشي قوافل خير الله مثل ما بيمشي الكونفوي، مثل ما كان يمشي سابقا الكونفوي، كان يمشي من طرطوس إلى دمشق محمي من الأمام ومن الخلف، وهذا الواقع والحقيقة. أليس الأجدر بنا اليوم أن نحمي هذه القوافل بكل ما أوتينا من قوة؟ هنا نستطيع أن ندعم الحركة ونقوم عليها. عندما أنظر إلى الشارع يوم الحليب 1000 ليرة سوري 1100، بينما الحليب عالميا حقه 3 دولار كيلو 3.5 دولار، بيصل لسوريا. هلا بالمقايضات بدنا نعملها بأي وسيلة كانت، نشوف مين مستعد يخدم الوطن ليعمل هالمقايضات هي من خلاله ياخذ مواد ويجيب مواد، احنا جاهزين لها. على اي حال يعني تقوم الدولة على مثل هذا الموضوع وليس دفاعا عنها، ولكن يعني هناك جهود حثيثة من قبل الحكومة السورية من اجل العمل على هذه المواضيع، والتوقيع الاخير كان بين الدولة الإسلامية الإيرانية وما بين الدولة السورية، يعني كان ضمن هذا الإطار. علاقات الصداقة، علاقات الصداقة هي الوحيدة التي تمدنا بالعون اليوم. علاقات الصداقة والمحبة يعني إذا ليست المشكلة الموجودة. لا لا، هي هون المشكلة. طيب هلأ أنا إذا جبت المواد كلياتها وصارت موجودة باللاذقية، مين بده يجيب ليها من اللاذقية؟ هقول لك شغلة بشكل مباشر، البطاطا إجت من دولة إيران الإسلامية بمعادل 8 و10 ليرات سوري، بكم كانت تباع في سوريا؟ هذا السؤال موجه للسيد أخي وعزيزي الدكتور قدر جميل، كانت تباع ب40 و50 و60 ليرة سورية. أسأل نفسي لماذا؟ سنجيب عن ذلك، يعني ستجيبنا بعد لماذا، لكن دعنا دكتور سليم نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحوار. مشاهدينا الأكارم بعد الفاصل سنعود، ابقوا معنا. We'll be right back.
دقيقة واحدة بدقيقة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن تزويد المعارضة السورية بالمال والسلاح يجري منذ فترة طويلة، وأن ما يجري في سوريا حالياً لم يكن ممكناً دون توريد الأسلحة إلى المعارضة من الخارج. ولافروف يعلن أن الأحاديث عن إقامة منطقة حظر جوي في سوريا والقرارات أحادية الجانب لا تساعد على عقد مؤتمر دولي حول تسوية الأزمة فيها. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقول انعقاد المؤتمر الدولي حول سوريا سيتيح الفرصة لبدء عملية سياسية فيها. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس عراقجي يقول إن إيران ستقرر بشأن مشاركتها في المؤتمر الدولي حول سوريا بعد الإعلان عن موعد انعقاده وبرامجه وجدول أعماله. القضاء على إرهابيين بالغوطة الشرقية وتدمير مستودع للذخيرة بريف إدلب ورتل من الصهاريج المحملة بالنفط الخام المسروق متجهة إلى تركيا. قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي يؤكد أن الجيش لن يتهاون على الإطلاق في أمن اللبنانيين واستقرارهم، وسيكون بالمرصاد لكل من يحاول المس به. مجلس الأمن يدين أعمال التعذيب والاعتقال التعسفي والإعدامات الجارية في ليبيا وسجونها. مقتل 10 أشخاص وإصابة 25 بتفجير إرهابي انتحاري في بيشاور الباكستانية. وفي تركيا اعتقال 10 ناشطين سياسيين لمشاركتهم بالاحتجاجات ضد أردوغان. أخبار الدنيا بدقيقة، دقيقة واحدة بدقيقة. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم مجدداً، أيضاً من جديد اسمحوا لي أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة من الساعة الحرة الدكتور سليم الخراط أمين عام حزب التضامن الوطني الديمقراطي. مرحباً بك مجدداً دكتور. أهلا وسهلا خانم. كنا نتحدث قبل الفاصل عن أنه لماذا لم تستطع الحكومة السورية بما معناه أن تكون حكومة أزمة بكل المقاييس والمعايير، يعني عندما يتضارب كلامنا ونقول بأن سوريا تتعرض لحرب كونية، سوريا تتعرض لهجمات إرهابية من الكثير من الدول، وأثبت من قبل هذه الدول وغيرها بتقارير كثيرة بأن الكثير من الدول تم إرسال مجاهدين منها إلى الداخل السوري. إذن حرب كونية سياسية استراتيجية إعلامية على أرض الواقع حربية بكافة الوسائل والطرق، و يعني لم يتركوا وسيلة لم تستعمل في الحرب على هذه الدولة. السؤال الذي يطرح نفسه، كيف يمكن أن نستطيع أن ندير أمور البلد؟ ما بالأساس هناك اعترافات من قبل الدولة بأنه لدينا أخطاء في الدولة السورية، وبالتالي من خلال هذه الثغرات استطاعوا أن يدخلوا إلى الداخل السوري ويتوزعوا كالسرطان في أماكن كثيرة. بالأساس هناك ضعف، إذن هو ما سميناه حصان طروادة. نعم، لماذا اليوم الدولة مطالبة أمام الشعب بهذا الكم الهائل من المسؤولية، على الرغم من أنه يعني يعرف مواطننا كيف كانت تسير مؤسسات الدولة، كيف كانت تسير حكومات في الدولة، كيف كانت تسير أمور كثيرة في الدولة؟ يعني لماذا عند الأزمات نحن ننتظر من الدولة ما لم نطالبها به قبل الأزمة؟ أنت أجبتي بطريقة غير مباشرة. الاستقرار صنع وطناً كبيراً، صنع مؤسسات عظيمة، وبالأمس كنت أتكلم عن هذه المؤسسات وهي في خضمها أنشئت من فكر بعثي، لكنها بصناعة وطنية شارك بها كل الشعب العربي السوري، وليست امتيازاً لطرف على آخر، حتى البعثي هو مواطن سوري. هذه المؤسسات الوطنية لا يستطيع أحد أن يصنع مثيلا لها، أقرب ما تكون للخيال الأفلاطوني عندما صنعت. لكن وأسفاه وأنا قلتها مرارا، من قام على قيادتها فليس أهلا. تم الكلام بالأمس في مؤتمر ختام الأعمال للمؤتمر القومي السوري،
عن هذه التجاوزات والامتيازات؟ ولماذا لا يملك كفاءة يستلم مدير عام؟ ولماذا لا يملك كذا يستلم كذا؟ ولما هذه التجاوزات والتسلقات والانتهازية التي صنعت ذلك الفساد الذي صنع منه حصان طروادة للدخول إلى سوريا باحتقان لهذه الأزمة التي تفجرت. لكن في نفس الوقت أنا أريد أن أفهم أمراً واحداً، كيف يمكننا أن نوحد الكلمة والصف في مواجهة هذه الأزمة؟ الأزمة هي بالأساس جزء افتعل لامتطائه للدخول إلى هذا الوطن وتدميره، في مقابل سيناريو موضوع لتدمير وطن بأكمله. هذه الازدواجية في الرؤية تحتاج لمن يستطيع أن يميز فيها، كما تتفضلين اليوم. ليش المواطن هلأ اليوم عم يطالب؟ لأن المواطن اعتاد أن الدولة مسؤولة عن كل شيء، لا يستطيع أن يقوم بأي شيء إذا لم يعود إلى جهة من جهات الدولة. إذن الأمر تفاقم، ولا نريد أن ندخل في مراحل الفساد وكيف تم ومن هو ومن 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 هو. تلك الفترة من الاحتقان التي انفجرت وتولدت منها أزمة كبيرة اليوم، امتطاها الآخرون في سبيل تدمير وطن. اليوم أريد أن أتوجه باتجاه الأزمة، كيف أصد هذه الهجمة العظيمة الكبيرة، هذه الحرب الكونية عن وطني؟ هنا أحتاج للجميع، وكفانا كبر وتكابر، الجميع بلا استثناء، الجميع بلا استثناء، كافة الأحزاب، أولها حزب البعث وآخرها آخر حزب لم يرخص، أن يتعاونوا جميعا ما داموا موجودين على الساحة وينادوا بالوطن وينادوا بالشرف والوفاء والأخلاص، وهم قادرون، وهم قادرون إذا ما توحدوا لنخرج من الأنا والنرجسية التي نعيشها لنواجه أزمة. إذا ما ابتلينا بحرب في المنطقة لن ترحم أحد فينا. نحن ننظر لأبنائنا، ننظر لمستقبلنا، ننظر لاستقرار يجب أن نصنعه من جديد بقوة أعنف مما سبق. كفانا تكبرا عما يجري ولنواجه حقائق ونمد أيدينا لبعضنا، نحن أولى أن يدثرنا تراب الوطن من أن يدثرنا أغطية الحرائق في الخارج، سندافع عنه حتى الموت إن شاء الله. هل برأيك يعني الوضع الداخلي اليوم من قوى وأحزاب موجودة على الأرض هي غير متكاتفة؟ لماذا دائما يوحى بأنه المعارضة السورية الداخلية يعني هي تقريبا معارضة موحدة ذات رؤى وأفكار وأهداف مشتركة إلى حد ما فيما يتعلق بالوطن، ما خلا بعض التفاصيل التي تتعلق في كل حزب؟ يعني أنت اليوم تؤكد لي وكأنه ليس هناك توافق بين المعارضة السورية الداخلية مع الحكومة، على الرغم من أنه هذه الصورة دائما يظهر عكسها إلى الخارج، على اعتبار أن المعارضة الخارجية هي التي منقسمة ومشرذمة وكل يسعى وراء مصالحه. لماذا تحاول أن تشبه ما يحدث في الداخل بما يحدث في الخارج؟ ليس ما يحدث في الخارج كما يحدث في الداخل. في الداخل صيحة وصوت سمعناها جميعا في الملتقى الوطني الذي جمع ما يسمى بالموالاة ويسمى بالمعارضة الوطنية، الأحزاب الجبهوية والأحزاب الجديدة والأحزاب الحديثة والشخصيات المستقلة. هذا الصوت الذي صدح بأعلى فاجأ الجميع في الخارج. هل أنتم في سوريا قادرون أن تتكلموا بهذه اللهجة؟ لا يزال ذلك البعض يترأى لهؤلاء في الخارج. نحن من 95 نتكلم بالسياسة في هذا الصوت، لكن البعض لا يريد أن يصدق أننا قادرون أن نتكلم وأن هنالك من يسمع وأن هنالك من يستجيب. يعني أنا أريد أن أعرف حقيقة فعلا هذه العلاقة، يعني هل هي فعلا علاقة مفككة؟ لا لا لا، ناخذها من بالمقارنة. هل يلتقي الشيوعي مع المتحفظ كما يقولون؟ لا يمكن، بأفكار متناقضة. فأنت عندما تتعاملين مع شيوعي، مع ناصري، مع قومي، مع شو بدي عدد لك الأحزاب ذات رؤى متعددة، لكن أساسها الأحزاب التاريخية العظيمة ألا وهي القومي وحزب البعث والحزب الناصري والشيوعي. هذه أحزاب تقليدية في المنطقة،
والكل يستمد أفكاره منها. ما بنضحك على بعضنا، هذا هو الواقع. أي فكر أخذتيه لو راجعتيه إما ينتمي لحزب البعث أو الحزب القومي أو الحزب الشيوعي أو الحزب المصري، ما في اثنين يحكوا فيها. هون لازم إحنا نفكر كيف ندعم هذه الأحزاب لتتواصل برؤاها، لتحاول جمع هذه الرؤى. هل هي قادرة على أن تتماذج للبعد الذي نرغب فيه؟ طيب إحنا كويس، إحنا ناصرين 4-5 أحزاب، إحنا قوميين 10-12 حزب، إحنا بعثيين صرنا حزبين وثلاثة، طيب ليش ما نوحد الصفوف بشكل مباشر ونطلع عن الفوقية والتعالي اللي عم نفكر فيها؟ وكيف اليوم نقول لفلان أنت حاجة وأنت حاجة؟ طيب لماذا عندما تحالفت الجبهة الوطنية التقدمية، أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية عندما تحالفت مع حزب الله، عفوا مع حزب البعث العربي الاشتراكي، كان هناك انتقادات كبيرة لها أنه هي أحزاب تنضوي تحت لواء حزب البعث و يعني كيف ما أدرت الدائرة فهي يعني لم تكون بمكان هي الواو مثل ما تفضلت فيها، كانت المادة 8 وخرجنا منها، لن ندخل إليها مرة أخرى من خلال الهيمنة على مؤسسات الدولة وعدم العمل من خلال مؤسسات الدولة دون الرجوع إلى المكاتب المختصة في عمل هذه الدولة. وقد قلتها سابقا، لا يستطيع وزير أن يتكلم ولا نستطيع أن نواجه وزير، وأنا أتحدى وزير أن يكون صانع قرار مبدع فيه. صانع القرار والمبدع فيه يحتاج إلى ليونة، إلى ديناميكية يفتقرها كل وزرائنا مع احترامنا له. بسبب هناك مرجعية دائما في اتخاذ أي قرار، وهو يعرف تماما ويعلم السامعون من الأخوة المثقفين والسياسيين المرجعية ماذا تعمل. لا يهمنا في هذا الموضوع إلا أمر واحد، إلى الأخوة في المرجعية آن الأوان لأن نواجه بالشكل المباشر وطننا نفتديه بأرواحنا، وباستطاعة كل من يجلس على مناصب من خلال ما يسمى تكنقراط حقيقي أن يبدع وأن يتمايز وأن يعطي لهذا الوطن. لا يجب أن نشده بشكل مستمر إلى خيط الرفيع، لا بتعمل هيك وبتساوي هيك، يجب أن نطلقه ونحاسبه. أخرجنا حزب البعث من المادة 8 كحزب قائد الدولة والمجتمع، وخرج وهو مشكوراً ليقدم كل شيء للوطن. يجب أن نكمل المشوار معاً يد بيد. أنا لو لم أكن في حزب أسعى من خلاله لقلت أنا عن نفسي كما يقول الآخرون أنا بعثيون أكثر من البعثيين. لا، لست أكثر من البعثيين، لكنني أؤمن أن البعث صنع حقيقة وواقع، صنع مؤسسات حقيقية، لكنه افتقر لقيادات حكيمة لهذه المؤسسات. وأنا اليوم وبالأمس وغدا أقول العودة لتعود هذه المؤسسات بحكم حقيقي بأناس صالحين، ليسوا بعثيين مهمشين. تهميش البعثيين الحقيقيين أودانا إلى هنا. هنالك بعثيون يفتدون أماكنهم بما لا تتصورين، لا أذكر منهم إلا البعض. يعني ولكن اسمح لي، ليس البعثيين فقط هم من يتحكمون بالمؤسسات ومن يعني يعملون كرؤساء للمؤسسات في الدولة، يعني ليس فقط البعثيون، هناك الكثير من الأحزاب التي المرحلة انتهت. احنا اليوم في مرحلة اخرى، اذا نحن في مرحلة أخرى. نحن في مرحلة اخرى، وهذه المرحلة لا تحمل ما تتحدث عنه وتتفضل فيه من امساك، يعني اذا كان الوزراء الى هذه اللحظة ممسك بهم من قبل القيادة القطرية او شابة. انا ما قلت القيادة القطرية، يعني أنا قلت البعض، المكاتب، وهي المكاتب القطرية حقيقة. نعم، يعني اذا كان الى الان ممسك بها من قبل هذه الجهات، اذا لماذا انا الوم الحكومة انها ليست حكومة ازمة؟ حكومة الأزمة يجب أن تتفاعل مع القيادة المركزية. القيادة المركزية يجب أن تكون هي في الواجهة بشكل مستمر. هذا الأمر يحتاج إلى تفاعل حقيقي. طالما هنالك مسك بهذه الحكومة، لا تستطيع أن تكون حكومة مميزة ولا حكومة أزمة ولا حكومة حرب التي نحتاجها اليوم. نحن على أعتاب حرب قد تكون ملمة في المنطقة كاملة. هذه الأحداث التي تجري اليوم تقول بذلك بشكل مباشر. هذا ما نحتاجه اليوم، نحتاج إلى حكومة أزمة تدير أزمة حقيقية تكون بمستوى حكومة حرب المواجهة في اتجاه هذه الهجمة
العديد. ما أهم ما تطالب به الحكومة اليوم حضرتك من خلال رؤيتك للشارع؟ يعني أن تكون العملة قوة الشرائية أقل مما هي الآن عليه، يعني هذا ما تحدث به في البداية، وأمر آخر تحدث به أن تصل المواد الغذائية إلى كافة المناطق، غير ذلك ما المفروض على الحكومة الحالية أن تفعله في مواجهة يعني حرب ربما تكون قادمة وربما لا؟ الأوروبيين يتعاملون بمنطق السوق بشكل غير مباشر، أي مادة ارتفعت قيمتها يحاربونها ولا يشترونها. نحن لن نصل إلى هذا المستوى، لو فعلها شعبنا لعمل الكثير. الحكومة تحتاج كما قلت إلى تكنوقراطيين حقيقيين أصحاب قرار. عندما يكون هنالك أصحاب قرار قادرون على التعامل يستطيعون أن يصنعوا إعجازا في هذا الأمر بشكل مباشر. المواطن يحتاج من حكومته أن تقف إلى جانبه قدر الإمكان، ولا تنسي حجم المهجرين الذين تجاوز عددهم 1.5 مليون في لبنان تحديدا، أو 70,000 الذي تجاوز عددهم الفلسطينيين تحديدا من دمشق وغير دمشق والأردن. هذا الأمر كله مع بعض البعض لو غلفناه في بوتقة، تفضل يا حكومة شو بيطلع معي؟ في ظل هذه الأزمة الراهنة لا يمكن أن تنتج شيء. الحكومة حتى اللحظة هي تقوم بعمل محدد، الإعداد لمؤتمر حوار لخطة مبرمجة إلى عمل مبرمج في وقت نجد تصعيد الحملات ضد الحوار، ضد جنيف 2، ضد التواجد، ضد أي حل سلمي في سبيل تحقيق مصالح وامتيازات على الساحة الوطنية. إيماننا بجيشنا وشعبنا هو أساس كل شيء. من بقي على الساحة الوطنية هو المؤمن بهذا الحق، وهو حق مكتسب لنا لن نتخلى عنه. هل الوضع الاقتصادي اليوم يخيف، يعني تراه مخيفا أمام وضع الناس الذين يحتقنون ضمن هذا الإطار؟ يعني هل تجد أن هذا الموضوع اليوم بات مقلقا بشكل كبير؟ حل الأزمة في مرحلة من مراحل الحصار على سوريا في السبعينات والثمانينات كان حل الأزمة بكل بساطة. قامت الدولة ممثلة بحكومتها بامتياز عام لشراء هذه المواد من خلال مجمعات استهلاكية، وحافظت على وتيرة تسليمها لكل الشعب. ونحن قادرون اليوم ما دمنا نمتلك كل الامتيازات لهذا الأمر وقادرون أن نحققه، لكننا منحنا الشارع حق المنافسة فأصبحت، وهون حندخل مثل ما بيقولوا عباس بفرناس، البندورة مبارح كانت ب50، أولت مبارح ثاني يوم صارت ب110 ورقات و115 ليرة. يجب أن لا نمنح هؤلاء في السوق هذا أو هذه الحرية في التعامل مع المواد الاستهلاكية التي هي عصب الحياة للمواطن وحقه في الحياة وحقه في هذا الوطن، والذي يجب أن تحميه الدولة من خلال حكومتها أولا. وبالتالي يجب أن نكون شديدين في التعامل مع السوق، لكن في ظل الأزمة هنالك أماكن لا تستطيع أن تحاولي أن التماس معها بشكل مباشر حتى لا تتفجر بالشكل الغير مباشر أيضا. وهذا حق طبيعي لدولتنا وحكومتنا والجهات المعنية. نحن عم نترك الناس، لكن يا هل ترى؟ وهنا ننظر إلى الجانب الإنساني وأسأل نفسي أنا وأسأل شعبي أنا، هذا الشعب العظيم والكبير الذي صنع المعجزات في استقباله من عرب 48 إلى النازحين من القنيطرة وغيرهم، إلى حرب العراق، إلى حرب لبنان، لم أراه إلا عظيماً كبيراً. اليوم عندما أرى شعبي في الشوارع، الكثير منهم لا يلقى من يأويه أو يطعمه. أنا اليوم أنظر إلى شعبي نظرة العتب الشديد والكبير. ليس هذا شعب سوريا، ليس هذا هو الشعب الذي حقق معجزات وانتصارات في السابق، ليس هو الشعب الذي احتوى كل أبناء الجوار في حروبهم التي نالت منهم، ليس هذا شعبنا أبدا. عندما نتناول شعبنا بهذه البساطة على رغيف الخبز، على رغيف الخبز نبيع ونشتري بشعبنا، يعني المواطن نفسه يبيع ويشتري بأخيه المواطن حتى من خلال السكن. أصبحت الأجارات المرتفعة مخيفة لإنسان اللي ممكن لا يمتلك، يبيع ذهب مرته
أو بما يمتلك من ما يمكن شهر شهرين على أساس انتهت الأزمة وبعد منها ما عاد معه شيء، وين صفي بالشارع؟ انظر إلى الشارع ماذا يجري به وما يحتويه الشارع. هنا أنا أنادي حكومتي لأن تتعامل مع هذا الواقع الأليم الذي وصلنا إليه. لا يكفي مراكز إيواء، وأنا أقول وقلتها حتى لأقرب الناس إليه. اليوم نزح الكثيرون من ضواحي دمشق، لكن انتبهوا لأنفسكم قد تمزحون أنتم أيضا. ولذلك كونوا كبار، عندما تكونوا كبار نستطيع أن نحمل هذه المصيبة الكبيرة جدا، ونستطيع أن نتجاوزها، ونستطيع أن نصنع المعجزات في مواجهة الآخرين. كما قلت لك في بداية الحديث، من يقول أنه حزب وطني في هذا الشارع السوري يجب أن يمتاز بقوة أن يفعل هذا الدور، وأن يمتلك زمام المبادرة، وأن يتحول من موقف الحيادي المتزمت الذي لا يعنيه أمر إلى موقف حقيقي يشارك في النضال في الدفاع عن وطنه. اليوم ينتظرون معركة كبيرة وليست معركة صغيرة، فما الداخل هو معركة صغيرة أمام تلك المعركة التي تريد أن تأخذنا في عاصفة هوجاء كبيرة. لا سمح الله، لا سمح الله. على أي حال يعني في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكرك جزيل الشكر الدكتور سليم الخراط وحضرتك أمين عام حزب التضامن الوطني الديمقراطي. شكرا جزيلا. التضامن الوطني الديمقراطي. عفوا، أمين عام حزب التضامن الوطني الديمقراطي. نعم. طب أنا آسف. شكرا. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيك. ختام هذه الحلقة مشاهدينا الأكارم، بقي أن نترحم على أرواح شهداء سوريا، الرحمة على الأرواح البريئة المسافرة إلى الله حبا بلقائه وعشقا للشهادة في سبيله وسبيل الوطن. السلام عليكم ورحمة الله.